بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم راح يكون على الكفة تاع الرقبة باللوبي، كيفاش نسجل في الرقبة باللوبي. اللوبي اللي راح نستعمل اليوم هو نتاع المشرى، يعني اللوبي اللي يتباع العادي. واحد المرة قلت انه 500 متر، هذا كان العام اللي فات ولا اللي قبله. المهم احنا عندنا في واحد المنطقة كان يتباع ب 500 متر، لكن مع الظروف الحالية ورجحنا يخلي بالكم كل شيء زاد في السعر، ودوك راهو 1000 فرنك للمتر. نقدروا نستشفوا بلوبي هذا اللي يتباع برا، يعني نقتني كميه من الوان مختلفه، يعني الالوان الدارجه مع خياطه القنادر، ونحطهم يعني في ان ساشي يكونوا في بلاصه يعني باش ما يفسدوش، على بالكم لوبي راه يتكرفص ليه ليه. ولما نستعملوا طريقه الكفه تاع الرقبه بلوبي يكون عندنا اللون حتى ولو يكون قريب للقماش، مش لازم يكون نفسه ولكن يكون قريب. دي فوا انا كولور فونسي نسجفهم كامل كامل، يعني نستعمل لو نوار اللي بغات هما ديفيرونت كولور، يعني بلوماغين مارون ان بلو فونسي، يعني نقدر نستعمل الكرونا، نقدر نستعمل فيهم لو نوار. المهم يعني هذا كمثال. دي فوا ما يكونش عندي لوبي والقندوره تكون يعني هذوك الالوان اللي عندي مش خارجين عليها، والقندوره ميم طون فيها يعني متسع، يعني عندي فيها في اليز فيها بزاف الكتان، نقدر نستعمل لوبي من القندوره. كيفاش ندير لوبي؟ هذه يعني طريقه نعطيها لكم برك كيفاش تستعملوا لوبي. هنا راهي ورقه بيضاء، اذا عندكم قطعه قماش فضلت لكم، ونقول لكم انا سجفوا بطريقه لوبي، وتقدروا تستعملوها من القماش ما تجيوش على الحاشيه، وتقصوا قطعه قماش هكا طويله شريط، يعني الشريط هكا نقصوه من القماش، نروحوا هذا الشريط نسجفوا به الرقبه ساير داير، مستحيل يعني ما حاش تصلح لكم غير كان في الكاغي، في الكاغي من القدام ممكن جدا، كاغي ثاني من اللورا من القدام من اللورا ممكن جدا، باسكو يمشي قد قد مع الحاشيه، ولما نجيو في هذوك الزوايا راهي تكون هذيك يعني الطريقه اللي نديروها تاع نهزوا الشوكه مع الشوكه ونتكيوها ونزيدوا ندوروا في الجهه الاخرى. هذه فيما يخص الرقبه كاغي، اما اذا عادت مدوره او الاشكال الاخرى حتى ولو الفي وتكون من اللورا مدوره ما راحش تساعدكم. انا هذه صرات لي في القندوره هذه، وراح نعطيها لكم في الفيديو القادم باذن الله كيفاش فزدت لي طريقه السجاف، لانه اصلا لاشوازيت انتيسو صعيب، يسيل بزاف، يتحرك بزاف، يعني ديفيسيل باش نخدموه، وانا الغلطه اللي غلطت، وبما اني انا مزروبه يعني مش نقول غلط تغلط، لكن انا نتقاسم معاكم المليح والحايه هكا باش تديو الفكره، تديو العبره، تديو لي زيدي، تديو كل شيء من التجارب نتاعي. حطيت لكم الفيديو ما راحش نقص منه كيفاش خدمت القندوره بالطريقه الاولى، ومن بعد كي لقيتها فزدت لي، يعني فزدت لي فاش فزدت لي لما جيت نوقف القندوره لقيت انه لاشوازيت مالت، ولما حطيت لاتخاس يعني فوق الطابله فوق لاطابل دو كوب مالت لي، وحطيت لاتخاس نتاع الوسط وحطيت الكالون، لما جيت نوقف القندوره لقيت الكالون تاني جاني مايل، هنا مستحيل مدها المولتها وفيها ان ديفو باغي. حتى وين القندوره هذه ماهيش بالدرهم، هذه صح نديرها ان كادو صديقتي. لازم نعمل حاجه متقونه، وسوا بدراهمها ولا ان كادو لازم تكون الحاجه متقونه. هذا اونتر بارونتيز البنات، اذا عندكم قطعه قماش فضلت لكم وسيفي زعما راح نديروا بها نقدروا نديروا بها لوبي، نجيو هذيك القطعه تاع القماش نطبقوها من الشوكه للشوكه اون دياغونال نقولوا، يعني من الشوكه للشوكه بالطريقه هذه، يعني نرجعوها كما المثلث، ونجيو للوسط نشقوا القماش، بعد ما نشق القماش في الوسط نبداو نعملوا منه شرائط، يعني نقصوا شرائط هك، يعني من بعد يدينا لما يكون مقصوص في النص من بعد يبدا هاد الشريطين من بعد اثنين وعلى قد ما نحتاجو وحسب الكبر تاع القماش، ومن بعد نرجعو هنا نلصقوهم، يعني هذوك الشرائط لما نفكوهم نرجعو نلصقوهم في بعضاهم. علاه نديرو بالطريقه هذه؟ لانه هذا لوبي اللي راه يتباع هو بداتو راهو مخدوم بالطريقه هذه، لما تجيو تبتو في لوتيساج نتاع لوبي، هذا لوبي راهو كلاسي، يعني راهو عاملين له ماده يقعد يابس كي منهك، اما لوبي اللي كنا نشيو بكري هذاك تاع الساتان ولا تاع لا بوبلين، لما تبتي مليح في الخيوط راهي تلقايها مايلين على الجنب، جايين مبرجين على جنب، كما نقولوا شفتوا البراجه تجي القصه تاعها مايله هكي كده بنفس الطريقه. لو تيساج يكون، شوفوا لو تيساج راه يكون الافقي والعمودي، انا درت لكم الكبار، يعني لو كان القطعه تاع القماش ندخلوها على مجهر نلقاو الخيوط كي من هك، العمودي والافقي يعني من الداخلين. لما نجي نعملوا بهذه الطريقه الكوينة عند الكوينة اون دياغونال او كيما نقولوا بالتزاوي، يعني الزاويه مع مقابله الزاويه
شوفوا بعد القماش هذا لما نقصه الشرائط كيفاش تجي لوتيساج. على بها لوتيساج هذا هو اللي يسمح للبي انه يدور في الاماكن الصعبه، يعني لما تكون الدائره هذوك لي فيستون يقدر اللبي يدور نخدموا به فاسيلمون. هذا فيما يخص الشرح على لوبي، واكيد اكيد راكم يعني بالك الاغلبيه ما يكونش على بالهم في النقطه هذه، باش كي تجيو تسجفوا بنفس القماش بطريقه لوبي تقصوه بهذه الطريقه. يعني كي انا ما قصيتش، ربما كان اللي يقول لك ما قصيتيش وما شفتيش وما درتيش قدامنا، راني نزيد نعاود لكم. نقسموا القماشه على اثنين ونجيو للحاشيه ونعملوا الشرائط يكونوا بثلاثة سنتيم، باش كي نطبقوا جهه من وجهه من 3 سنتيم، يعني يطبق نص سنتيم ونص سنتيم من هذاك اللي يقعد يجي قد قد، يعني سنتيم يدخل لداخل ويقعد لنا اثنين من برا، اللي هما لما يطبقوا يجيو قد قد في الخياطه. هادو هما هكا نقصوا يعني، وهاد الشرائط هما اللي نعملوا بهم لوبي، يعني نجيو نكفوهم وحده عند وحده وانا نلصقهم وحده عند وحده وقد ما نحتاجوا. يلا نعدل برك المكان ونبدا نعطيكم كيفاش راح نسجف القندوره. عدلت الرقبه، درت لها لافيزلين، يعني سجفت لها لافيزلين، وعاودت عدلت الحاشيه تاع الرقبه، كبرت فيها شويه بانت ثاني جات شويه صغيره. نعدل اسنا نكبر لكم شويه، سافوني البنات باش تجيكم الرؤيه واضحه انه طلب مني كيفاش نسجفوا باللوبيه. وان شاء الله اللي طلبته تشوف الفيديو كامل راكم تحتاجوه. لوبيي هذا اللي يتشرى طبعا راهو تكون فيه جهه اعرض على جهه، وانا يعني ما نستعملهم كيف كيف ما يهمنيش، يعني نحط من ولا من كيف كيف، لكن اللي تخاف انها يعني يهرب لها ولا تحط الجهه الصغيره، الجهه الصغيره هي اللي تحط هي الاولى باش نعملو. انا ما يهمش باسكو راح نرجعو لداخل، راح نكف به او راح نسجف به، نحطهم على الحاشيه ونحط الماشينه لازم تجي في الحفره هذه اللي مديره تاع لوبيي، هذه اللي محده، هذه البرا لازم تمشي في وسطها. بسم الله ان شاء الله تبان البنات. وي تبان، ها هو يديه. يلا البنات كنت راح نعطي لكم لقطات لكن لقيتهم هربوا لي، عادوا يخرجوا من البوكس نتاعهم، عدت نحله لهم بسم الله، وعادوا يخرجوا يدوروا، نطرقهم عندي في لاتيلي راهم يدوروا، كبروا الله يبارك، عادوا يسخفوا. شوفوا البنات راني نمشي في عقلي، ما نزربش باش نتوما تاني ديروا لا ميم شوز، تبداو هكا ماشي في عقلك في غرضك، ما تزربيش روحك. نعدل القماش من تحت ونزيد نعدل لوبيي يجي كيف كيف مع بعضاه، نعدل الخياطه راهي زيكزاك، هاو نسيري منها باش الخياطه ترجع لي دغوات، ولما نوصل للفي او للشوكه نجي نهز لوبيي بالطريقه هذه. شوفوا البنات كيف هزيتو، هاو باين البنات طفالي البورتابل ورديت هاد انا حسبته راه يسجل. باش نعطي لكم كيفاش ندورو في الشوكه هنا في لوفي، وصلت لوبي مع لوبي لقيته وهزيته بالطريقه هذه، شوفوا هاي باينه، نهز باش نقدر ندور في الجهه الاخرى، ولما هذا اللي يتهز نتكيه نتكيه باش يقدر لوبي يهبط ويدور، هاي سهله هاي باينه. والله البنات جيت نتولها لقيته ما قعدش يسجل، ونكمل نطلع الجهه الاخرى نقادي عن بعضاهم، يعني نقادي يعني نحط لوبي مع الرقبه، يعني نكونوا اون باراليل او بالتوازي مع بعضاهم فوق بعض مقابلين بعضاهم، ما تهربليش حاشيه على حاشيه، ونجي ندور مع الرقبه هنا باش تدوروا. هاني نعطيكم كيفاش تدوروا، حتى ولو لوبي ما حبش يدور لكم ديروا كسره رقيقه رقيقه، خلاص هاي هاي الكسره جاتي با اسكو تبان ولا ماها، المهم راني نقول لكم كسره رقيقه تقريبا ما تبانش، ودوروا هنا رقبه من اللوراء راهي مدوره وراني نديرها في اللوبيي، اللوبيي المفروض يدور لكن نعاونوه يعني باش ما يجيش مشبوح معوج، نعاونوا بالطريقه هذه حتى ولو في البلاصه كي ما يدورليش ندير له كسره رقيقه نورمال باش نخدموا بالطريقه هذه حتى نوصل للبلاصه اللي بديت منها.
نحطو على بعضاه ونقصو. دائما تاكدوا ان الخدمه تكون متقونه كيما القدام كيما اللوراء. تقدر الجهه هذه اللي بديت بها نطبقها شويه باش كي نحط هذه تكون فينيسيون مليحه لما نطبق من تحت. ما قطعتش يا البنات باش تشوفوني كامله كيفاش. لما تقول لي ما درتيناش الخدمه نورمالمون تنعتي لنا كل شيء. هاني درته كامل. واش مازال نكرونتيو من الوراء ونكرونتي في الفي في الهبطه تاع الفي في الشقه تاع الفي هذا. نزيدو نكرونتي يعني نفتحوها نديرو فتحات صغار باش يتقلب لنا فاسيلما. عفوا هنا لما نجي نطوي لوبي في من تحت تحت الرقبه انا راح نخدمه بالطريقه هذه يعني راح ندخله كامل يعني راح نسجف به كاريمون يعني السجاف الداخل. اما اذا راح نديره هو بدات كارنيتور هو بدات زينه ندخل فقط النص يعني الحاشيه هذه نجي نطوي عليها لوبي كيما راه محدد ونطويه الداخل ونعقب الخياطه يعني راهو يجي رقيق واحد ميم با نص سنتيم يجي بالطريقه هذه ونفوت الخياطه. لما طبعا ولازم يعني شرط اساسي انه الخيط يكون زي لو بي باش لما تخيطو يجي ما يبانش. او ميم طون لازم الكوتور تكون دغوات يعني الخياطه تكون دغوات. اللي عندها من الناس لي ماشين كيما هكا كيما تاعي اللي فيها الخياطه خياطه وطرز او خياطه وزيكزاك هذا راهو يخلي الماشينه لما يعود مرخوف تاعك انا شبحته لما يعود مرخوف راهو يدير زيكزاك رقيق يعني الخياطه ما تكونش متقونه 100%. انا هنا راح نسجف به كاريمون راح ندخله لداخل نحط بهذه الطريقه ونجي نخيطو عادي. نتكيه لداخل يعني نشوف فيه بلي راهو حاكم بلاصتو ونكمل. شوفوا البنات هنا في الشوكه تاع لو في يعني لما نجي ندور لما تكونوا مدايرين هذيك الشقه يعني درتيو ليكران يعني فكيتي الخياطه هذه تاع الفي راهي تتقلب لكم وتدور فاسيلمون يعني لو بي راهو وحده يتكى وحده يحكم بلاصتو. انا هنا ندور في الفي راهو يتكالي ويعدي ويمشي لي فاسيلمون. طريقه سهله خلاص وباهيه وتجي يعني متقونه لما تستعملوا طريقه السجاف باللوبي وتكون طريقه صحيحه. انا هنا كملت نروح نكمل نحط الكالون القندوره اللي تكون هذاك فيديو منفصل. انا هنا عملت لكم طريقه السجاف باللوبي حبيناها فيديو منفصل كما وعدتكم. المبتدئات مستحيل تقولي لي ما فهمتش مستحيل. يلا نقول لكم يوم جميل يوم موفق ومع السلامه.